منتج خاص بفقراء سريلانكا، ينشغل هؤلاء العمال بتصنيعه داخل أحد مصانع الورق المقوى قرب العاصمة كولومبو، توابيت كرتونية بكلفة زهيدة مقارنة بالخشبية المكلفة، تستطيع حمل ما يصل إلى 100 كيلوغرام، كما يمكن تصنيعها خلال 30 دقيقة. هكذا نقلل من قطع الأشجار ونوفر كمية الغاز والكهرباء اللازمة لحرق هذه التوابيت مقارنة بالتوابيت الخشبية التي تحتاج إلى استهلاك كهرباء أكثر وحرق الديزل الذي يطلق الكربون في البيئة. ارتفاع أعداد الوفيات في البلاد جراء فيروس كورونا كان سببا لولادة الفكرة، وتقوم بلدية ديهوالا ماونت لافينيا بتلقي طلبات التوابيت وتسليمها للعملاء مقابل 23 دولارا تقريبا للنعش الواحد. شعبية المنتج لاقت صدى كذلك بين أوساط المهتمين بقضايا البيئة. في المتوسط يموت نحو 400 شخص يوميا لأسباب مختلفة في سريلانكا، ولصنع 400 تابوت عليك قطع حوالي 300 شجرة، ولمنع هذا التدمير البيئي اقترحت هذه الفكرة على البلدية. البلاد التي سجلت أعلى معدل وفيات بعد انتشار متحور دلتا تنتظر من المصنع إنتاج 150 نعشا يوارى فيها ضحايا الجائحة.